هذا المركز تأسس عام 85. التراث هو هويتنا وحضارتنا وثقافتنا واستمرارية لنضالنا، جزء من نضالنا. ارتقينا احنا انه خاصة في مخيم عين الحلوة انه نرجع نعيد هذا العمل وهذا المركز، ونشغل بناتنا وامهاتنا، امهات الشهداء وبنات الشهداء، والناس اللي طبعا عندهم اوضاع اقتصادية كذا. برمضان وبغير رمضان هذا المركز هو مركز العطاء والاستمرارية. الا انه هذا المركز هو مركز طوارئ، صحيح احنا عندنا اخواتنا بترزوا وبيشتغلوا وكذا، بس يكون في عندنا وضع بحاجه ان يتحركوا يقوموا يساعدوا، يقدموا خدمات برمضان من وجبات ساخنه، من افطارات، من مساعده الكراتين. بالنسبة للعمل الاجتماعي الإنساني ما فينا نفصله عن إحياء التراث الفلسطيني أو عن تطريز وعن تراثنا الفلسطيني، فهن السيدات نفسهم اللي بترزوا واللي محافظين على التراث الفلسطيني، اللي بيقدموا المساعدات الإنسانية والاجتماعية لأسر شعبنا بالمخيمات. صبيانا اللي هن بيمتلكوا الأصابع اللي هي بتشتغل بالإبر والخيط، كمان بيمتلكوا الحنان، بيمتلكوا المواساة لشعبنا، فهن أيضا بفتلوا على الحالات الاجتماعية، بيقدموا لهن المساعدات سواء كانت عينية أو مالية، أو بعض الأحيان كنا نعمل إفطارات برمضان. برمضان كان عندنا حافل، بس السنة اقتصرت على المساعدات. كمان صبيانا منا بتأثر لا بتقديم المساعدة ولا بالكلمة الطيبة للي هو بيحتاج للكلمة الطيبة.